السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. إن لله وإنا إليه راجعون. انتشال جثث 3 فتيات أثر حريق داخل منزلهم في كربلاء. أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الجمعة انتشال جثث 3 فتيات نتيجة حادث حريق اندلع داخل دار في قضاء الهندية شرق كربلاء. وقالت المديرية في بيان أن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل دار مكون من طابقين في حي الأمين في قضاء الهندية شرق محافظة كربلاء، وأن فرق الدفاع المدني عثرت أثناء عملية الاقتحام وسط الدار على 3 فتيات إخوات من عائلة واحدة في الرمق الأخير من حياتهم، لتتسارع فرق إسعاف الدفاع المدني وتقدم خدماتها من الإسعافات الأولية وتجري عملية الإنعاش الرئوي، لكن المنية كانت أسرع لتقبض أرواحهن من بين أيدي رجال الدفاع المدني الذين لم يألوا جهدا إلا وقدموا من أجل إنقاذهم. الفتيات تعرضن لحالة من فقدان الوعي وهم نيام نتيجة استنشاق نواتج الحريق والانبعاثات الغازية السامة داخل المنزل المحترق، ليتم انتشال الجثث وتأمين نقلهم وتسليمهم إلى دائرة الطب العدلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر ذويهم، اللهم آمين.